رحل جمالنا وجد بنا سير وفاضت مدامع تبدت لنا ملعورة من خبائها ونظرها باللؤلؤ الرطب دامع أشارت بأطراف البنان أشارت بأطراف البنان ودعت ومات وقالت متى تراجعوا قلت لا تالله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع إن قدر المولى لقاء أنا راجع وإلا فراجعي وراجع وإلا إلا فراجعي وراجع في عين ضربته لا هم ولا كدر هب النسيم وهذا الشعر والقمر بالنسيم والشعر هذا الشعر والشعر والقمر شفت القحوان وشفت تير شفت القزران الناس رحيل وفر المرحان عليه في الباطن شفت غزالي شيد في الباطن شفت غزالي شيد أحرر كنت نعرف الختي في الباطن شفت غزالي شيل أحرر كنت نعرف الختي حري 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 لو كنت نعرف الختي غزال خفيف و أنا ثقيل ولا بالسيف 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 ولا بالسيف سيف سيف ولا بالسيف قتل غير سكت الدار طويل 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 غير سكيت الدار طويل 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 قد انقيت مستحيل قد قد قد
good, 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 رحمة الله علينا وعليه إن شاء الله. هذا رائع وزين وصالح ومولي. محفوظ قبيل قلت لنا على أنك ما جيت الموضع، ما جف بالك شيء على ذاك الموضع، بما أنك هون في عين فربة. كل بلد الحمد لله من هذه الأرض قطعا فات وغنى لي، وإلى عتانا ما نعرف ذاك اللام السقريان ما هو من قلة الغنى. لين نحكي لك قيفان توف أقوالي للمطايرين ازرق العقل الكنتلام من حزمك ذوك زرورت تنمرورت والتيسرام ومورت تنمرورت. وقول واحد صبري جملي هاكواك طول المشي وحمانو مرضى بانت هاكواك رراي قرون وبانو. وقول واحد يقول جملي مشي بانقل فتران وصافي روحه وانا فتران ومونقل ما نقدر كون الروح. يقول واحد اللي مشوفه ما نمل واللي الاخلاق طارف من حر كيفه وكريق طلع عطشان وراس طارف. يقول واحد يقول تفقد لك هقلب. يقول واحد شفت مرة شارت منتبه الجيل اللي كنت تجيل وراس نعام قد فيه جاجيل وحد يشيل انا من الليل الليل والله تعينك للماضي الليل الماضي انا للماضي نصعين على شيء. شكرا محفوظ. علي سالم اللي كنت تقول انا في الوقت والله اللي نحكي لك مره اخرى هذا القلا وما شاء الله حكى اقوالي زين. انا قلت له شفت مره شالت من انتبه جيل كنت جيل وراس نعامة ما قد فجا جيل وحد يشيل. ضرمني انا شوي ما قد انا نحكي اسمه انا محفوظ محفوظ شفت محفوظ فنان ولا مرة قضيت السنين عند ما في جو انا مع المرة على بكرة راني سابق علينا الوقت ما قلت اشكر قناتكم زين عندي الجو اللي تسجلوا فيه مديري وحاك معكم كاملين وطاقم القناة كامل بأريحية وبجلفة وأخوي وسيري. أنا شفتكم عدتم كي أسرع تبارك الله سبحانه رحمة الله لا تضايقوا. الغزلان في قرارة خلط القحوال الشقارة والله ما سمعوا عبارة ما سمعوا عبارة والله سمعوا شايمين 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 أحبابي كنت يبقوني وانا نبقي مكاملين ومنين ورد قادروني 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 وللأحباب ذاك شيء ذاك شيء ذاك شيء
إن ذاك شي سابق برا ما هو يبتت حق لين بتو لا لا محسوبة البتيت وتوف ايه شاكركم صراحة على هذه الاستضافة في هذا البلد ولو كانت قاعد وعدلت في بلد اخر تقر فيا غير قر هي فيا وانا قاعد في الخلفية قلب عين فربة العريق صراحة وشاكر مولي صراحة القائمين على برنامج مهرجان عين فربة للثقافة والفنون اللي قاعد لولا ذاك ما يخلق ذاك وخص بالذكر رئيس المهرجان إبراهيم الشيخ أحمد يقول واحد هون تساريق بهق المبغدد وبهق زيرات حسي أحمد وبهق صيرطاتي لقدام شتيل العقل الأزرق إذا كل زيني لعند المقف منتل على شرق وانا مزينة عندي كنت بقعت لبهق في اللي يسبق واللي زينها عندي عت ما هو عزت لبهق في الحق اللابية زينة على من تلقاسم الكبير لبهق زين حد عفوا هاي تابري بالتالية ما كنت شاك عنها فيها قول علمني لله المتين يا قلب مقيمي ملا زين ولا زينين اقلاب العين عند العين منين التمو ولا زينة منقولي لين وقليبه واللولو يم وغير الوكر اللي بيه انحال حزيمه منادم ويهمو بوهم مات ووكروك حال بوهم مات وشرعت فمو وقدم بلحه وخنق الاقلال والبهقه وكدي يتحمو يقول واحد اخر عندي عنوانه يقول قرش ظهر لي اختي شايع بعد انها ليانا قول ما ردت اللي مظنوك منك عنا نبقوك ندور لين نجوك نعطوك بلا حصرة سلقة ورطوح نوك وكرة ذيك الخضرة والدخل والباروك والفوز وتنطهرة وعلى بذي بذوك وقورة طول مجرى وريدوس ونعطوك القران وبحفرة شكرا محفوظ هيو علي السالم تسمع بك الغريب وعندك مامول على عطيب يا منينة جاو طيب عصبك في الهول عصبك في الهول وتنهاري فقد الدار وجيبه بين شاد ومزماري وإذا قلت النجيبة فقد الدار والجاري أحسك إن الغريب غزي إن الغريب غزين دمع الجاري أحسك إن الغريب أحسك إن الغريب إن الغريب غزين دمع الجاري أحسك إن الغريب
من الغريب إن الغريب إن الغريب وزير دمعه الجاري. بديرة وما ضميري بديرة وما ضميري دنا 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 أنا دنا عن شعرة الفن بدخلك إن الملوك إن الملوك إذا دخلوا قرية دنا 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 ندينا سرا وعلانية إلى الدم دم بلاول بتاتا حتى انتو تتبة ذنى 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 ندينا قول لي يا من آدم لا جهون العين غربة لما قاعد تمكن لا جهون العين غربة لما قاعد تمكن ضربة لما قاعد تمكن نشاهد عقله يبقى عين بيضة ويخرف مسكن الله لا مشاهد عقله يبقى عين بيضة ويخرف مسكن دنا 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 ندينا الله اللسكي محفوظ هلا سمحي لي صديقي هذا ولو قدام وجهه لن يعتقني ما نقدر نفكر في قاف خايف تفوتني رد ما نختار نقول القيفان ما هو من الناس اللي يصلون يقولوا القيفان ما يقدام وجهه محفوظ هذا من الأدباء اللي أنا نتفطن له ما تفوت ورده في لا في الصف شيء قطار تبدي تسمعه تخبط تسمعه يطرح الردات فيه ودو ما يعنوه قاع هو كأديب بدع وطف شكرا لك هو قاع قبيل سقط عليهم ولو كان يخبطها لنا احنا هامنا فعق أول خلق حلق على النه يقول واحد قديم يقول قطو خلصك مو خل مفاد سير تحت اغلى الاقياد في محصر ياسر من الاجواد يتمراط من الانباط واليوم راني خلصك زاد يتمراط مير رباط زين حتى يقول واحد اخر يقول بهلش رم ليلة نتخمم وقفلي راجل مثل الثم ديار الشظي من الغنم سوني عنه كامل سيك قلت اني الغنم عندي ذم ولا نمشي وياها في طريق والله حنين نتخمم
انا يا مستوى طليق الحيوان في ذاك المكسب ذكر لي حد في ذاك الضيق عن القوارب ذوكه الاشرم نزلوا في نفسه وتغريق افدهم عنك حق الله وتنيم اشف من الناس صديق لا تشبر قنمك والله تضبط باط منازل الهريق زين حد شكرا محفوظ درك لين بقاو مع علي سالم من جديد ويا تمنع الكلام ولا تنفع في الضيق ولا تسع حد بقد حصيك لا شي تفقع ما بشي بسمي غير بقاع بعض من حق ما غير غير من انبساط واحد ما غير بقاع بعض من حق ما غير غير انبساط واحد ما قاع الخير من الخضار والأقراد الخير من الخضار والأقراد دمر مؤمنين الله الله سكي ما نعرف قاع كان يقول على يدي العربية الله على يدي العسرية يا قرب عاد سكي في نهاية هذه الحلقة لم يبقى لنا أعزائي المشاهدين إلا أن نشكر ضيوفنا لهذه الليلة نشكر الفنان الكبير علي سالم مول علي والبداع محفوظ والعبو كما نشكر القائمين على هذا المهرجان وخصوصا مدير المهرجان إبراهيم والشيخ أحمد نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل إلى لقاء قادم وإلى نسخة قادمة من مهرجان عين فربة للثقافة والتراث وإلى اللقاء